أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أشخاص في تونس نجوا من الموت بأعجوبة. استعدوا لحبس أنفاسكم وتصاعد دقات قلوبكم وأنتم تشاهدون أناسا في تونس نجوا من الموت بأعجوبة. أولا، كاد الشاب مهدي كاروتا أن يلقى حتفه على إثر هذه القفزة عن السيارة. وإحذروا تقليد مثل هذه الأعمال لوحدكم. ثانيا، نجت فتاة تبلغ من العمر 14 سنة من الموت بشكل عجيب، وذلك إثر صعودها أعلى سطح إحدى العمارات بشارع مجيد بوليلة بولاية صفاقس ونيتها إلقاء نفسها والانتحار. إلا أن أحد أعوان الأمن والمسمى سالم سالم جعل حياته عرضة للخطر من أجل إنقاذ الفتاة المذكورة، وبالفعل أنقذ هذه الفتاة الصغيرة وبذلك نجت من الموت بأعجوبة. ثالثا، على إثر تساقط كميات كبيرة من الأمطار منذ تقريبا العام، جرفت المياه بولاية سوسة طفلا صغيرا كما تشاهدون بالفيديو، إلا أن والده أسرع ركضا وراءه وتمكن من إنقاذ ابنه، وبهذا نجا الطفل الصغير من الموت بأعجوبة. في النهاية، أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.